كيبانوا هذوك الله يسر ملي كيشعلوا العوافي. بلاتي بلاتي شكون طرق القران؟ القران ديال القران متابعينا الكرام مشاهدي قناة شوف تي في صباح الخير عليكم واهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشر معكم من نواحي مدينة الدار البيضاء وبالضبط بسوق حنا الان كنتواجدوا بسوق الاسبوعي سبيت تتمليل صدفة المتابعين الكرام يعني كنلقاو في يعني كنجيو وكان يعني كنتلاقاو مع هذه العافية هذه لا حول ولا قوة الا بالله هذه العافية هذه اللي اندلعت بواحد الارض اللي هي يعني مجاورة للسوق الاسبوعي يعني هناك واحد الحيط حيط فقط هو الفاصل بين هذه العافيه هذه وبين سوق الاسبوعي حنا غنوريكم متابعينا الكرام شوفوا معنا ها هو السوق الاسبوعي هنايا السوق الاسبوعي هنايا والعافيه اندلعت هنايا شوفوا متابعينا الكرام الحمد لله المواطنين اللي كانوا هنايا يعني كانوا متواجدين بعيد المكان والحمد لله يعني قدروا انهم يسيطروا على العافيه فهانتم متابعينا الكرام شوفوا معنا هذه العافيه الله يستر يا ربي الله يجعل ربي يحفظنا كاملين يا ربي منها راه كان من الممكن انها يعني تندار حتى في السوق والسوق الاسبوعي انتم عارفين متابعينا الكرام انه كيكون يعني عامر بالناس عامر بالتجار عامر بالخضره عامر بالخياطه يعني فيه بزاف المواد الله يستر اللي كتكون قبل الاشتعال وحتى هذه العافيه هذه اللي شعلات في هذه الارض هذه المجاوره للسوق الاسبوعي سبيت تتمليل راها يعني كنشوفوا فيها يعني المواد كامله قبل الاشتعال ها انتم كاين الحطب كاين العواد كاين الربيع يابس كاين الميكا وانتم عارفين الميكا راه خطيره جدا في يعني في الاشتعال هذا يعني خص الناس اللي هنا يردوا بالهم وخص الناس المسؤولين ورجال الوقايه المدنيه يحاولوا انهم يجوا لهنا ويسيطروا بشكل كلي على هذه العافيه لان وخطفوها يعني داروا واحد المجهودات مشكورين عليها باش انها ما تزيدش انها تتكاثر او تأدي الناس الى اخره لكن راه خاص يكون واحد التدخل عاجل لرجال الوقايه المدنيه بعيد المكان من اجل السيطره الكامله على هذا الحريق هذا حريق متابعينا الكرام اللي نشب احد الاراضي المجاوره لسوق اسبوعي سبيت تتملي فها انتم شوفوا صورة غنية عن كل تعريف انتم متابعينا الكرام شوفوا كل شيء على اعينكم كل شيء امامكم صراحة قبيلة راه كان طالع واحد الدخان اللي هو صعيب بزاف انه الانسان يكون غير ولو غير قريب منه فبفضل المجهودات ديال المواطنين قدروا انهم يسيطروا على هذه العافية هذه يعني خاص الناس يردوا بالهم ها انتم شوفوا معنا هاد المواد اللي كاينه هنايا القابله للاشتعال